السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على complications of osteochondromas. هو الأوستيوكوندروما is a benign tumor with a very innocent tumor, لكن ممكن يحصل some sort of complications معها. ومهم قوي إن أي حد بيتعامل مع osteochondromas يبقى aware بالمشاكل دي. هناخد example: male 25 years عنده history of osteochondroma في الإليك bone for several years, ولاحظ recently إن هي زادت في الحجم وبقت painful. ده منظر الأشعة. انتوا شايفين الأوستيوكوندروما طالعة من الإليك بون. السي تي واضح إن هي طالعة من الإليك بون، لكن كمان لو دققنا هنلاقي إن في thick cartilage cap. الأبيض ده بون، إنما الدارك جراي ده الكارتلج كاب. واحنا عارفين ان الماكسيمم ثيكنس بتاع الاوستيوكوندروما للكاب بتاعها انه يبقى سنتي في الادلتس. لما نلاقي حد عنده كارتلج كاب اكتر من سنتي، وده ممكن يتقاس بالمسطره اللي هي موجوده على اليمين، يبقى ده معناها ان في مالجنن ترانسفورميشن حصل. ولو بصينا على الام ار اي، ده الام ار اي موري الكارتلج كاب، وبالتالي كان لازم يتعمل لها ريسكشن. ما ينفعش ان العيان يفضل بيها ما دام قلبت لماليجننت. يبقى اول كومبليكيشن ممكن تحصل من الاوستيوكوندروما هي الماليجننت ترانسفورميشن، ودي نيسيسيتيتس ان هي تبقى ريسكتد بالمنظر ده. وي دونت هاف تو ريسكت ذا هول بون، لكن ريسكت لازم التيومر بمارجن انكلودينج الاوتر تيبل بتاع الاليك كريست. ناخد another example: male 23 years old عنده history of osteochondroma في الديستال فيمر من وهو صغير، بقالها سنين حاسس بالسويلينج ده، انما recently برضو زادت in size and became more painful. وده الاكزامبل باين هو طالع من الانتيرير كورتكس اوف ذا فيمر. ولو عملنا MRI هنشوف نفس المنظر، ان هي ادي الاوستيوكوندروما وشايفين الفلير بتاع البون اهو والاوستيوكوندروما الكبيره. And you can see the CT واضحة جدا ان هي المدلة بتاعت ال bone continuous مع المدلة بتاعت الاوستيوكوندروما. And this necessitated ان احنا نعمل resection برضو لانها it transformed into a malignant chondrosarcoma، وبن resect من الجزء ده. We don't have to resect the whole bone بس at least half the cortex اللي طلع منها الاوستيوكوندروما. يبقى دي another example ل malignant transformation of an osteochondroma. والعيان ده طبعا كان لازم نعمل له prophylactic fixation بplate عشان the remaining part of the bone كان ممكن يكسر، و eventually it heals والbone becomes stronger and so on. الexample التالت ل male 29 years old عنده بقى hereditary multiple exostosis، و لقى recently ان في increase in size of the scapular lesion وبقت painful. لازم نبقى عارفين ان ال hereditary multiple exostosis ال incidence of malignant transformation فيها is 10 times more than the malignant transformation of the solitary osteochondroma. وبالتالي بنبقى follow up بتاعهم بيبقى اكتر، بس ده مش يجستيفاي ان احنا نريسكت كل الاكزوستوزز اللي في المالتيبل اكزوستوزز. احنا بنريسكت بس اللي عاملين مشكله. anyway هو لاحظ ان السكابولر ليجن ابتدت تزيد في الحجم، وبس الشولدر بيتحرك ما هيش اتاتش للتشست وول. شايفين حجم الاوستيوكوندروما اللي في السكابولا، والبون سكان بتاعها موري الهوتنس اللي موجود. بالمناسبة كل الاوستيوكوندرومز ممكن يبقى فيهم هوت كاب لو شايفين هنا في البون سكان. فالهوتنس does not denote malignant transformation، انما اللي بيدينوت malignant transformation الحجم والازدياد في الحجم، مش بس ان هي تبقى ايه هوت في السكان. ولو بصينا على السي تي هنلاقي الحجم بتاع الاوستيوكوندروما الكبير اللي بقى دلوقتي لو جريد كوندروساركوما. والأشعة ممكن ما توريش او سي تي ما يوريش اذا كان ده ادهرنت للتشست وول ولا لا، انما الكلينيكال
examination ورت ان هو السكابولا بتتحرك فريلي على الشست وول، وده منظر الام ار اي موري الثيك كاب ده كلينيكلي هو شكله ايه. وزي ما انتم شايفين it was resected with a wide margin، وشايفين ده السموث ايدج ده اللي هو اللي كانت بتتحرك بيه على ايه، على الشست وول، وده after resection after السكابيلكتومي. Another example لcomplication مختلفة، يعني الثلاث أربع حالات اللي فاتوا دول كانوا بنشرح فيها malignant transformation of osteochondroma. This is another example of a male known to be diabetic، عنده 30 سنة وبقاله سنتين عنده chronic pain في left leg، وابتدى يلاقي black discoloration في little toe بالمنظر ده. اول حاجة الناس هتفكر فيها ان هو ده بداية اسكيميا، ويمكن الديابيتس والمايكرو انجيوباثيز لها دعوة بالموضوع، انما الكاف كمان كان سوالن، ولما بصينا في الاشعاعات بتاعت رجله لقينا في سوالينج طالع من البوستيرير بارت اوف ذا تيبيا وشكله اوستيوكوندروما. ف لما بص على الام ار اي هنلاقي ان الاوستيوكوندروما دي اهو المدله بتاعه المذر بون كونتينيوس مع المدله بتاعه الاوستيوكوندروما، لكن هنلاقي ان هو ما فيهاش اي مالجنت ترانسفورميشن، هو الكارتليج كاب از فيري ثين، وبصينا هنا في الساجيتال كات هنلاقيه فيري ثين، لكن مشكلته ان هو عامل كومبريشن على البوستيرير تيبيال vessels، وبالتالي هو ده اللي عامل الاسكيميا. وبالتالي من ضمن مشاكل او الكومبليكيشنز اللي بتنتج عن الاوستيوكوندروما هي الفاسكولار كومبليكيشن، زي ان هي تعمل كومبريشن على الفاسلز وتعمل اسكيميا تعمل اديما على حسب هي ضغط على ارتري وفين ولا الاثنين. ف ولما عمل انجيوجرافي شايفين الامبيوتيشن بتاع البلاد فلو، ادي هنا anteriorly وادي الركبه من قدام زي ساجيتال كات، ولو بصينا على البوبليتال فيسلز هنلاقي ان هي مفيش continuous blood flow، الاوستيوكوندروما قفلت الايه الفيسلز وتسببت في الاسكيميا، واكوردنجلي كان لازم العين ده يتعمل له باي باس والاوستيوكوندروما تتشال. يبقى another complication ممكن تحصل من الاوستيوكوندروما هي الفاسكولار كومبليكيشن او الاسكيميا. الاكزامبل اللي بعد كده ميل 21 years عنده الهيريتري مالتيبل اكزوستوزز، ومره واحده لقى جراديوال انكريز ان ذا سايز اوف ذا سويلنج اللي في البوبليتال فاسه، وده حصل في خلال يومين، يعني هو طول عمره حاسس بالبوني سويلنجز، انما مره واحده في خلال يومين ثلاثه لقاها كبرت قوي في الحجم واتستندر وفيرم و with ill-defined edges. نبص على الاكس رايز، ده منظر الهيريتري مالتيبل اكزوستوزز، ادي مالتيبل اكزوستوزز باينين في الاي بي واللاترال فيو، ما شكلهمش ان الاكزوستوزز كبر، لكن اول حاجه تيجي في ذهن الواحد الله ده حصل له مالجنت ترانسفورميشن عشان كده كبرت ولا ايه. لكن برضو في نفس الوقت ما ينفعش ان مالجنت ترانسفورميشن يحصل في 3 4 ايام، فلازم برضو نعرف الزمن اللي حصل فيه الانكريز ان سايز. لما عمل ام ار اي لقينا فعلا هيوج سويلنج حوالين الاوستيوكوندروما، بس شكله برضو ما هواش الانكريز ان كارتليج كاب. لما ابتدينا ندقق اكتر اكتشفنا ان السويلنج اللي ريليتد للاوستيوكوندروما ده مش مالجنان ترانسفورميشن، لكن ده سودو انيوريزم من الفريكشن بتاع الاوستيوكوندروما على الفاسلز عمل سودو انيوريزم. لو احنا دخلنا وجينا نعمل ريسكشن للماس دي ممكن العيان ده ينتهي بامبيتيشن، هنبقى شلنا له الفاسلز، فكان لازم يتعمل له جراحه ويتشال الاوستيوكوندروما اللي عامله المشكله اللي هي صغيره جدا، ويتعمل له كمان ويتشال السودو انيوريزم يتعمل له باي باس بالمنظر ده. وشايفين منظر السودو انيوريزم من ايه من جوه. يبقى another vascular complication ممكن تحصل ان يحصل سودو انيوريزم غير المشكله بتاعه الاسكيميا. ننقل على complication تانية برضو لازم تبقوا aware بيها،
ده اكزامبل لعيان عنده 24 سنة عنده هيريديتري مالتيبل اكزوستوزز، وبرده هو طول عمره عارف ان عنده مالتيبل اكزوستوزز، انما مرة واحدة لقى الاكزوستوزز اللي في الميديال ثاي كبرت وبقت بينفل جدا وبتزيد في الحجم. On examination it's very tender, ill-defined edges، انما ما هياش pulsating، ما هياش aneurysm وعمل duplex، الduplex is free. وشايفين المنظر بتاع ال swollen thigh over the osteochondroma. برضو الاول وهلة الناس ممكن تتخيل ان ده malignant transformation في ال osteochondroma، ولو بصينا هنا هنلاقي منظر الميديال osteochondroma بالمنظر ده، وعنده another lesion في الديستال فيمر. لما نبص هنلاقي ادي الاكزوستوزز وادي الكارتليج كاب صغير، انما في سويلنج ريليتد للاوستيوكوندروما. ولو بصينا على الام ار اي هنكتشف ان السويلنج ده ادي الكارتليج كاب الصغير وادي البوني اكزوستوزز، انما في ماس هنا كبيره بالمنظر ده. نبص على الساجيتال كات هنلاقي برضو الماس ريليتد للاوستيوكوندروما بالمنظر ده. ايه الماس دي؟ This is an infected bursa. من الفريكشن بتاع الاوستيوكوندروما تسبب في بيرسايتس، والبيرسايتس دي بقت انفليمد، بقت سيبريتيف انفلاميشن، وهي اللي عامله له البين والتندرنس والرابيد انكريز ان سايز اللي شفناه. So this wasn't an aneurysm, this wasn't a malignant transformation, ولكن this was an inflamed or infected bursa, وaccordingly لازم البرسة دي تبقى drained، وكمان المسبب ليها الاوستيوكوندروما تتشال لأنها تعمل بيرسايتس مرة تانية لو سبناها. So this is another complication، أدي الاوستيوكوندروما متغطية بالinflamed bursa. يبقى بيرسايتس وانفليمد بيرسا دول كومبليكيشن ممكن تحصل مع الاوستيوكوندروما من الفريكشن وكان لازم تتشال بالمنظر ده. Another example لميل دكتور 42 years عنده history of osteochondroma في البروكسيمال فيمر برضو، مرة واحدة لقى swelling في الميديال thigh increasing in size over the period of the last 2 weeks، برضو tender on examination with ill-defined edges. ادي منظر الاوستيوكوندروما وادي السي تي وموري برضو السويلنج اللي حوالين الاوستيوكوندروما، ولو بصينا هنكتشف ان هو سيستيك في تو دنسيتيز هنا حوالين الاوستيوكوندروما. الاوستيوكوندروما لا فيري ثين كارتليج كاب، انما الثيكنس ده الانفليمد بيرسا زي العيان اللي فات. ولو بصينا في الايمجز الثانيه بتاعت الام ار اي هنلاقي ان ده سيستيك سويلنج، وله اهو كمان في الجادولينيوم كونترست هنلاقي فيه enhanced uptake في البريفري which denotes it's like an abscess او an inflamed bursa، وتشالت فعلا together with the causative osteochondroma. يبقى الانكريز ان سايز اللي حوالين الاوستيوكوندروما ده لازم نميز الحاجات من بعض، مما بين ان هي increased due to a malignant transformation which takes a long time وبيبان a thick cartilage cap، ل aneurysm ل inflamed bursa دي بتبقى rapidly increasing in size وtender، وبتبان ال MRI كفيل بان هو يميز الثلاث حاجات دول من بعض. الconclusion بتاع المفروض نوصل له وال take home messages هو الآتي: ال complications دي are rare events، يعني اللي احنا فرجناهم دول ما هوش ال common مع كل عيان عنده osteochondroma أو hereditary multiple exostoses، لكن عشان هم rare دول ما هماش، مش احنا نشوف ال complications دي نقول خلاص يبقى احنا كل عيان عنده hereditary multiple exostoses أو osteochondroma لازم نشيلهم ليحصل له المشاكل دي. المشاكل دي rare، ولو حصلت ساعتها ممكن تتعالج وما يبقاش فيه مشكلة، انما لازم نبقى اوير ان المشاكل دي واردة. تاني حاجة ان السوليتري ومالتيبل اكزوستوزز دول بناين ليجنز وما بيتشالوش غير لو في سبب لذلك، فمش كل عيان لازم نشيله الاوستيوكوندروماتا بتاعته. الكلينيكال انكريز ان سايز بتاع الاوستيوكوندروما مش شرط ان هو مالجنان ترانسفورميشن، بعيد تاني ممكن يبقى فيه اسباب تانية
العيان يجي يشتكي منها ويقول ان رجلي ورمت مره واحده، زي ما احنا شفنا ممكن يبقى بسبب ان اوفرلاينج بيرسا او بسبب انيوريزم. اتمنى ان يكون الفيديو ده كان مفيد ليكم، وفي انتظار تعليقاتكم واي كومنتس او استفسارات، وان شاء الله اقدر ارد عليها في اقرب فرصه ممكنه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يتعلق باورام العظام.